بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا الدكتور محمد مرعي، النهاردة بإذن الله المحاضرة الأولى من محاضرات موديول الريسبيراتوري سيستم أو موديول الريسبيريشن. طيب في البداية احنا النهاردة إن شاء الله هناخد محاضرة فيسيولوجي، بس لازم نرسم خريطة الموديول، وأنت برضو تكون فاهم إيه هي المواد اللي عندك في الموديول، وأنت هتذاكر إزاي، ترتيب المحاضرات وتوزيع مذاكرتك. طبعا بعد اللي حصل في امتحانات الموديولات اللي فاتت، موضوع توزيع المذاكره ده ما عادش ايه، هو مش توزيع المذاكره ان هو تذاكر ايه وما تذاكرش ايه. توزيع المذاكره انا اقصد بيه ان هو انت هتذاكر كميات المذاكره بتاعتك ايه، عشان بس توزعها، مثلا ما تضيعش معظم وقتك في ماده صعبه عليك، مثلا هيستولوجي مثلا، في ناس بتكره الهيستو مثلا، فيضيع معظم الوقت في الهيستو، هي حجمها صغير، فاديها وقت صغير وتكون ايه، محدد نفسك وقت معين بتذاكر فيه الماده، لانه لو انت مش محدد لنفسك وقت معين في الماده الدنيا بتفرط منك، وده فايده الحاجات اللي هي بتاعت برومودورو تكنيك والكلام اللي هو الطماطمايه ومش عارف ايه. في ابلكيشن انصحكم بيه اسمه سلطه الانجاز بتاع علي محمد علي، قناه على اليوتيوب، اكتبوا كده سلطه الانجاز، ده ابلكيشن نزلوه بيبقى فيه برضو فكره التوقيت، وكمان يعني هو مبدع خالص فيه، في فيديو على اليوتيوب ليه بيشرح البرنامج بيشتغل ازاي. خلي بالكم ده ليفل اعلى كمان من البرومودورو، بيسمح لك بحريه اكتر في انتقاء الوقت والفايل ومش عارف ايه. ما علينا يعني. المهم الموديول بتاعنا بيتكون من ايه؟ موديول ريسبيريشن هو اولا مدته تقريبا 4 اسابيع، مش عارف عندكم بقى هيدوه في 4 ولا 3، عشان عندكم ايه هم بيقللوا المده دايما. طيب المواد اللي فيه ايه؟ المواد اللي فيه احنا مقسمينها 5 بلوكات. بلوكات ايه بقى؟ عندنا في البدايه الاناتومي، ده البلوك الاول، بعد كده عندنا الفسيولوجي، ده البلوك الثاني، بعد كده عندنا مايكروبيولوجي، بعد كده عندنا هيستوفارما، بعد كده عندنا بايو وباثو. الثلاثه دول بص كل بلوك من دول بيكون حوالي 6 7 محاضرات، 6 7 سيشنز هتاخدوها ان شاء الله في الكليه، فاحنا مقسمينها الخمسه الكبار دول. الثلاثه الكبار بتوعكم اللي هم الاناتوم والفسيولوجي والمايكروبيولوجي، طبعا اكبر حاجه هي الفسيولوجي يعقبها المايكروبيولوجي، والاناتوم الاثنين قد بعض من حيث النظري والايه والعملي. خلي بالكم الاناتومي جزء لا باس به في الموديول اللي زي الموديولات اللي فاتت، يعني انتوا بتاخدوا الثراسك كافيتي وبتاخدوا الشرايين والكلام اللي انتوا هتاخدوه في الثوراكس كله، والفسيولوجي طبعا هناخد الريسبيريشن كله، مش هتاخدوه كله قوي يعني، في حاجات انتم متشاله من منهجكم بس برضه ستيل هو اكبر حاجه. بعد كده المايكروبيولوجي هتاخدوا برضه شويه معتبرين، عندكم مرض السل الرئوي والحاجات دي خلي بالكم امراض خطيره جدا مهمه جدا، وطبعا كورونا يعني ده الموديول بتاعه اصلا، يعني ده لازم يجي في الامتحان، في المايكروبيولوجي مهمه خالص. فدول الثلاثه الرئيسيين. بعد كده عندنا الهيستو والفارما، الهيستو اساسا محاضرتين والفارما نظري بعملي كله 4 محاضرات، يعني هم اساسا 2 نظري وواحد عملي او 2 عملي حاجه زي كده. طيب وبالنسبه للبايو والباثولوجي، البايو هي واحده بس. طيب والباثولوجي حوالي 5 الباقيين، 3 نظري و2 ايه عملي، برونكي اكتز والكلام من ده كلام فاضي. طيب عشان التوزيع دي ليه؟ عشان تعرف انت هتذاكر ايه بالظبط. طيب هو الترتيب اصلا بتاعك في المذاكره المفروض يكون ايه؟ المفروض انت لما تيجي تذاكر اي حاجه بتذاكر علوم التركيب، وبعد كده علوم الوظيفه، وبعد كده تدخل على الميكروبات، وبعد كده تدخل الامراض، وبعد كده تاخد الادويه. يعني انت اساسا انت عندكم كم ماده اساسيه؟ عندكم 8 مواد اساسيه، عندكم اناتومي هيستولوجي بايو كيمستري وفيسيولوجي، بعد كده عندكم الميكروبيولوجي والباراسيتولوجي اللي هم بيدرسوا الكائنات الاخرى، وبعد كده عندكم الباثولوجي والفارما العلاج في الاخر خالص. فالمفروض انا لما ذاكر اصلا بالترتيب اناتومي وهيستو اللي هو علوم التركيب، بدرس التركيب سواء بالعين المجرده او تحت الميكروسكوب، بعد كده بدرس الوظيفه اللي هي الفسيولوجي، وبعد كده البايوكيمستري معاها مواد كيميائيه برضو لها علاقه بالوظيفه، بعد كده ببدا ادرس الميكروبات مايكروبيولوجي وباراسيتولوجي، ده البكتيريات والفيروسات والكلام ده، وده الايه البارازايتس اللي هي الايه الطفيليات، وبعد كده في الاخر ادرس الباثولوجي الامراض وعلاج الامراض في الاخر خالص اللي هو الايه الفارما. لذلك الفارما المفروض اخر حاجه تذاكر اصلا. طيب احنا كان المفروض نبدا اناتومي النهارده تشريح، بس الدكتور عبد الرحمن مسافر، هو جاي بكره ان شاء الله، فهيبدا بكره باذن الله. ولكن احنا في الفسيولوجي مش هنعتمد قوي على الشغل بتاع الاناتومي، وانا هقول اصلا مقدمه في البدايه كده، فيسيولوجيكال اناتومي كده كده اصلا عليكم في الورق، يعني مش انا اللي ضيف، هي كده كده عليكم وبنتسال فيها، لان احنا لينا تقسيمه للجهاز التنفسي غير التقسيمه بتاعه الايه، غير التقسيمه بتاعه الجماعه بتوع التشريح. طيب خلينا نبدا بسم الله كلامنا عن الايه، عن الريسبيريشن فيسيولوجي، المحاضره الاولى اللي هي الانترودكشن اوف ايه اوف ريسبيريشن فيسيولوجي. النهارده احنا هنتكلم عن 3 عوامل رئيسيه، هي الفسيولوجيكال اناتومي، وبعد كده الريسبيريشن فيزس الخطوات بتاعه مرحله الريسبيريشن التنفس، بعد كده الميكانكس اوف ريسبيريشن العمليه الميكانيكيه اللي بتحصل في جسم الانسان اثناء عمليه الريسبيريشن اللي هي عمليه الايه التنفس. طيب هو مبدئيا كده منهج الريسبيريشن عندنا حوالي 6 محاضرات ومحاضره واحده ايه عملي باذن الله. النهارده ان شاء الله هنخلص المحاضره الاولى. طيب بدايه كده الفسيولوجيكال اناتومي، طبعا انتوا هتاخدوا تشريح وهتاخدوا بالتفصيل، بس احنا لينا تقسيمه تانية غير بتوع الاناتومي، وهنعرف دلوقتي فايدتها ايه.
بس خلينا نقول شويه معلومات كده عامه، اذا ربما حد فيكم مثلا ما يكونش حضر في الكليه ومش عارف الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي بالنسبه لك يا جماعه فيسيولوجي وبالنسبه للجماعه بتوع التشريح بيتكون من ثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجه مجرى الهواء اللي هو الاير واي، القريق واي بتاع الاير بتاع الهواء، واللانج الرئه اللي هو الفليشي تيشو. خلي بالكم احنا عندنا انابيب بتوصل الهواء من بره لجوه، وعندنا الرئه نفسها اللي هي عباره بقى عن انترستيشال فلويد، ميه وكولاجين ومش عارف ماكروفيجز والكلام ده كله. بعد كده عندنا العضلات بتاعت الجهاز التنفسي. حد هيقول لي يا دكتور هو في انابيب وفي اللانج الحويصلات الهوائيه وبيحصل تبادل غازات، ايه حوار العضلات ده؟ هنعرف دلوقتي ان العضلات دي هي اساسا اللي بتتحكم في فكره الانسبيريشن والاكسبيريشن، عمليه التنفس اصلا. فيبقى اذا الجزء الثاني معانا اللي هو الماسلز، يبقى اذا اير واي واللانج، بعد كده الماسلز، الجزء الثالث المراكز اللي في المخ. دي الثلاث حاجات اللي لها علاقه بالريسبيريشن. مراكز في المخ اللي هي الريسبيراتوري سنتر، مراكز الايه؟ التنفس. المراكز دي لو انضربت انت ما تتنفس، تموت. ودي مشكله الحمض المواد الكيميائيه اللي بتضرب الريسبيراتوري سنتر، ودي مشكله الاوبيويدز الادويه اللي هي المسكنات او المخدرات او الكلام ده، انها ممكن تضرب الريسبيراتوري سنتر من فوق فخلاص مت على كده. فيبقى اذا الجهاز التنفسي عندنا من حيث التشريح بندرس في السنتر وهناخدها، هناخدها في الفسيولوجي، والماسلز هناخدها في الفسيولوجي برضه، والاير واي واللانجز احنا هناخد التقسيمه بتاعتهم، وانتم في الاناتوم هتاخدوا التشريح بتاعهم بالتفصيل، والهيستو هتاخدوا التركيب بتاعهم بالتفصيل والكلام ده كله. اوكي طيب، احنا طبعا عندنا رئتين، واحده يمين واحده شمال، الاثنين مش زي بعض بالظبط، لان اليمين كام فص والشمال كام فص. الرئه دي ثلاث فصوص، اليمين ثلاث فصوص والشمال ثلاث فصين بس. ليه؟ لان في القلب ايه داخل فيها، فيبقى اذا كان القلب ايه خد فص من الفصوص دي، فيبقى عندك اثنين لوب هنا وعندك ايه 3 لوبس ناحيه الايه ناحيه الرايت. طيب عايزين نتكلم بقى عن الاير واي، ده ده اللي يهمنا، احنا عايزين الوظيفه بتاعت الليله دي. الاير واي اللي هو طريق الهواء اللي موجود عندنا بيتكون من ايه؟ حد يعرف يقول معايا كده الجهاز التنفسي من فوق كده، يعني الهواء من اول ما بيدخل جسمك بيمشي فين؟ بدايه كده النوز او الماوس. في كلتا الحالتين هو بيعدي على انبوبه عضليه ورا كده اسمها البلعوم. تعرفين البلعوم؟ افتحوا الورقه معاكم كده، بصوا على الصوره اللي هي الايه الثانيه في الصفحه اللي على اليمين، بصوا كده هتلاقوا في فتحه الانف من فوق وفتحه الفم من تحت، ووراهم في جدار مشترك كده. الجدار المشترك دي انبوبه عضليه وهي الفارنكس اللي هي البلعوم. كنا دايما ايام سنه نقول بلعوم مريء مش عارف ايه، البلعوم ده انبوبه عضليه، انما المريء ده غرفه غضروفيه، يعني دي كانها ايه مكعب كده من الغضاريف. انما الفارنكس ده اللي هو البلعوم ده عباره عن انبوبه عضليه. الفارنكس عندنا انتم ملاحظين انه في جزء منه ورا الانف، وجزء منه ورا الماوس، وجزء منه ورا اللارنكس اللي هو الحنجره. ما هو البلعوم ده انبوبه عضليه مشتركه يا جماعه، بيطلع منها بعد كده الجهاز التنفسي قدام، ويطلع منها المريء للجهاز الهضمي ورا. دي الانبوبه المشتركه. ما هو الفم ده مجرى بيدخل منه الاكل، والنوز بيدخل منه الهواء، والاثنين بيمشوا في انبوبه مشتركه اللي هي مين؟ البلعوم. وبعد كده البلعوم ينقسم لقدام للجهاز التنفسي اللي هو بيدي بعد كده اللارنكس اللي هو الايه الحنجره. دي بدايه الجهاز التنفسي عندنا بقى. وبعد كده الاسوفيجاس ده اللي هو الايه المريء اللي هو بتاع الجهاز الايه الهضمي. احنا بنتكلم عن الجهاز التنفسي، يبقى اذا انت عندك من بدايه كده ايه نوز، وبعد النوز ورا فيه ايه في البلعوم. خلي بالكم البلعوم ثلاث اجزاء، جزء ورا النوز اسمه نيزو فارينكس، وجزء ورا الفم اسمه اورو فارينكس من اورال كافيتي، وجزء ورا اللارينكس اسمه ايه اللارينكس ده اللي هو الايه الحنجره. الحنجره اللي هي تفاحه ادم، عارفين تفاحه الادم دي ايه اصلا؟ غضروفه. دي غضروفه، هي حجره كده من الغضاريف، الغضروفه الاماميه فيها بتبقى شبه كده، فالحته الحرف دي اللي انت بتشوفوها هنا اللي هي اللارينكس. خلي بالك ما تاخدوها في التشريح يعني. طيب بعد كده اللارينكس تحته ايه؟ القصبه الهوائيه اللي هي الايه التراكيه. طيب القصبه الهوائيه بعد ما بتنزل كده بتنقسم لشعبتين هوائيتين اللي هي المين برونكاي، يبقى اذا عندنا النوز، بعد كده الفارينكس، بعد الفارينكس عندنا اللارينكس اللي هو الحنجره، بعد كده عندنا القصبه الهوائيه اللي هي الايه التراكيه، بعد التراكيه عندنا مين؟ الشعب الهوائيه اللي هي البرونكاي. بعد الشعب الهوائيه بتلاقي ان الشعبه الواحده بتنقسم لشعيبات كتير صغيره، الشعيبات اسمها ايه؟ برونكيولز. طيب بعد كده البرونكيولز دي، الفرق ما بين الحاجات دي يا جماعه، الفرق ما بين الحاجات دي اساسا في التركيب. يعني انتوا هتلاحظوا طول ما احنا نازلين في الجهاز التنفسي، الكلام ده هتاخدوه في الهيستو والاناتومي، طول ما احنا نازلين في الجهاز التنفسي كميه الغضاريف اللي موجوده في جدار القناه اللي هي بتاعت مجرى الهواء بتقل، كل مدى الحلقه بتاعت الغضاريف بتقل حجمها، وكميه العضلات بتزيد. يعني انت ايه عندك في البرونكاي دي بيبقى جزء الامامي منها عباره عن ايه غضاريف، والجزء الخلفي عباره عن عضلات. كل مدى كل ما كميه الغضروف في الدايره بتقل، والكميه الاكبر بتبقى لايه للعضلات. فالفرق ما بينهم من حيث التركيب بس. طيب يبقى احنا قلنا برونكاي شعب هوائيه، وبعد كده برونكيولز. بعد البرونكيولز في عندنا ايه؟ في عندنا تيرمينال برونكيولز، يعني ايه الشعيبات النهائيه. ليه بقى؟ لان من هنا يبدا عندنا حاجه اسمها ريسبيراتوري برونكيولز والالفيولار داكت والالفيولاي او الالفيولار ساك. التركيب ده انا عارف ان هي خطوات كبيره بس انتوا هتاخدوها مع الوقت. يبقى اذا الشبكه اللي احنا عندنا دي، عندنا في البدايه التراكيه، وبعد كده الشعب الهوائيه، وبعد الشعب الهوائيه يطلع عندنا شعيبات كتير، في نهايه الشعيبات دي تيرمينال برونكيول، دي في النهايه خالص
بعد كده يبدا من بعدها ريسبيراتوري برونكيول الفيولار داكت الفيولار ساكل اللي هي موجوده في الصوره الايه الاخيره عندكم. طيب هو الفرق ما بينهم من حيث ايه؟ من حيث التركيب. طب هو ايه الفرق ما بين التيرمينال برونكيول والريسبيراتوري برونكيول؟ هتلاحظوا ان هو من بدايه الريسبيراتوري برونكيول بيبدا يظهر اكياس. ايه الاكياس دي؟ اللي هي الاير ساكس او الالفيولار ساكس اللي هي بيحصل فيها تبادل الغازات. ليه بقى؟ لان الانابيب اللي انا قلتها من فوق من النوز والفارنكس واللارنكس والتراكيه والبرونكاي والبرونكيولز والتيرمينال برونكيولز ده كله بيكون الجدار بتاعه سميك وما ينفعش يحصل فيه تبادل غازات. امتى يبدا تبادل الغازات؟ من اول اخر ثلاث حاجات اللي هم ايه بقى؟ الريسبيراتوري برونكيولز والالفيولار داكت القناه اللي داخله على الالفيولاي والالفيولار ساك او الالفيولاي اللي هي الحويصله على بعضها. الحويصله دي بيبقى فيها اكياس صغيره كده اللي هي الالفيولار ساكس. واضح؟ طيب احنا كجماعه بتوع فيسيولوجي قسمناها ايه؟ طبعا في الهيستو هتتقسم لابر ولور ريسبيراتوري اير واي وفي الاناتومي شرح. احنا في جماعه فيسيولوجي بنقسمها تقسيمه ثانيه خالص، لذلك تلاقي ان احنا بنقول لك ايه؟ فانكشنالي ديفيجن، تقسيمه وظيفيه. احنا قسمناها بناء على ايه؟ بناء على الوظيفه. في انابيب من الباث واي اللي انا قلت ده كله، في انابيب الغرض منها توصيل بس، وفي انابيب الغرض منها تبادل الغازات. يبقى اذا عندنا كوندكتنج زون وعندنا ريسبيراتوري زون. ايه الكوندكتنج زون؟ قولوه لي بقى. سمعوا عشان ده بيجي في الام سي كيو. عندنا النوز، الفارنكس اللي هو عباره عن نيزو فارنكس واورو فارنكس ولا رينجيو فارنكس. اللارينجيو فارنكس ده ورا الفارنكس ورا اللارنكس فمش معانا اصلا لان هو خلاص كده دخل في القناه الهضميه خلاص، فيبقى معانا اللارنكس. وبعد كده عندنا التراكيه، وبعد كده عندنا البرونكاي والبرونكيول والترمينال برونكيول. هنا ينتهي مين؟ الكوندكتنج زون، يعني زون اللي هو المنطقه اللي هي الغرض منها توصيل الهواء فقط، وليها ست وظائف هنقولها دلوقتي. يعني هي مش بتوصل الهواء بس، ده اول وظيفه، لسه في وظائف ثانيه. طيب بعد كده الريسبيراتوري زون اللي هو موجود في اخر الصفحه عندكم، ايه الريسبيراتوري زون ده بقى؟ نقصد بيه ايه؟ الريسبيراتوري برونكيول والالفيولار داكت الصغيره اللي داخله على الالفيولاي بالاكياس اللي فيها اللي هي الالفيولار ساك. وخلي بالكم بقى ان الريسبيراتوري زون ده هو الريسبيراتوري يونت، يعني دي اصغر وحده وظيفيه في الجهاز التنفسي، دي اصغر وحده لان هي دي اللي بيحصل فيها تبادل الغازات، ودي الملحوظه اللي موجوده في بدايه الصفحه اللي بعد كده. لما يجي يقول لك الريسبيراتوري يونت بتتكون من ايه؟ بتتكون من الريسبيراتوري برونكيول والالفيولار داكت والالفيولار ايه؟ ساكس او الالفيولاي اللي هي موجوده فيها الايه؟ اللي بيحصل فيها تبادل الغازات. لان دي المنطقه الريسبيراتوري زون. ليه اسمه ريسبيراتوري زون يا جماعه؟ لانه بيحصل فيه تبادل غازات. طيب نقول الكوندكتنج زون. الكوندكتنج زون عايزك تعرف عنه ثلاث حاجات. اول حاجه هو ايه اصلا؟ ايه الكوندكتنج زون ده؟ ايه الانابيب اللي هي وظيفتها كوندكشن توصيل؟ ثاني حاجه ليه ما بيحصلش فيها تبادل غازات؟ لان الجدار بتاعها سميك. انتوا عارفين الجدار بتاع الريسبيراتوري زون بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن طبقه واحده بس من السمول سكويموس ابيثيليوم. عارفين يعني ايه سكويموس؟ فلات مبططه، حتى ما جابهاش كيوبويدال، مش مكعب، ده عيب اقل سمك. سمبل سكويموس ابيثيليوم وتحتها البيزمنت تمبرين لازق فيها على طول الجدار بتاع الشعيرات الدمويه عشان يحصل تبادل الغازات، فاقل ارق جدار موجود في جسم الانسان. تمام؟ يبقى اذا الثيك بتاع الكوندكتنج زون كان تخين، فده بيعمل بريفنشن، بيمنع ان هو يحصل تبادل الغازات، لذلك كانت وظيفته كوندكشن. طيب الوظائف بتاعته ايه؟ الوظائف بتاعته ست وظائف، ده اللي هو مين؟ الكوندكتنج زون. عندنا ليه ست وظائف. ايه الست وظائف بقى؟ انا حافظهم بكلمه ملهاش اي علاقه بالموضوع يعني، بس انا عشان بس اسهل عليكم يعني، بفنش. انا سالت الكوندكتنج زون انت وظيفتك ايه؟ قال لي انا بفنش. بيفنش ازاي يعني؟ البي ديت حرف البي بروتكتيف، الاف حرف الاف اللي هي الفلتريشن، والان اللي هي حرف الان اللي هي الوظيفه رقم 6 عندكم اللي هي النون ريسبيراتوري فانكشن. بعد كده الشين دي بتتكتب سي اتش، السي ديت حاجتين اللي هي الايه؟ كوندكشن توصيل واير كونديشننج اللي هو تهيئ الهواء يعني. اما الاتش ديت فهي عباره عن ايه بقى؟ هيومنايزيشن، او اسمها ايه عندكم؟ هيوميديفيكيشن. هيوميديفيكيشن. ماشي، يبقى اذا دي الكلمات اللي عندنا. طيب نبدا بالترتيب اللي عندكم. اول وظيفه للكوندكتنج سيستم هو كوندكشن. امال هو اسمه كوندكتنج سيستم ليه؟ توصيل الهواء للحويصلات الهوائيه. تاني حاجه اير كونديشننج. يعني ايه اير كونديشننج؟ هو انا قلت لكم انه تبادل الغازات هو ايه وظيفه الجهاز التنفسي؟ يجيب لي اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون، صح؟ يعني هو وظيفته الرئيسيه تبادل الغازات، صح؟ طيب تبادل الغازات ده بيحصل فين؟ مش في الحويصلات والريسبيراتوري زون، صح؟ طيب انا قلت لكم انه الجدار بتاع الريسبيراتوري زون عباره عن ايه؟ طبقه واحده من السمول سكويموس ابيثيليوم. ده معناه ان هو فيري ديليكيت، دقيق ورقيق جدا. لذلك لو الهواء اللي جاي من بره كان سخن زياده عن اللزوم او بارد زياده عن اللزوم، ده ممكن يسبب رابشر في الممبرين. لذلك الكوندكتنج سيستم تلاقي على طريقه كل اللي بيعمله ان هو بيحاول يكيف كونديشننج للاير ان هو يكون ملائم للحويصلات اللي جوه. لو هو سخن يبرده شويه، ولو هو بارد يسخنه شويه، بيخليه في درجه حراره متوسطه عشان لما يدخل جوه على الجدار الرقيق ده ما يعملش فيه رابشه. يبقى اذا دي فكره الايه؟ الاير كونديشننج، ان هو بيكيف الهواء. طيب يبقى اذا احنا قلنا هنا ايه؟
الاثنين اللي بحرف السي الكوندكشن والاير كونديشننج. بعد كده عندنا ايه؟ بعد كده عندنا الهيوميديفيكيشن. فكره برضو ان احنا بننقي الاير اللي داخل من البارتكلز الصغيره. خلي بالكم عندكم موزعها كتير شويه، بس هم تقريبا كلهم كده نفس الوظيفه. يعني مثلا هتلاقي انه الفلتريشن دي هي البروتكشن، هي الميديفيكيشن او الاير كونديشننج، هو الايه الهيوميديفيكيشن، فكره اللي هو ايه الترطيب بتاع الهواء، ان احنا نخليه رطب ما نخليهوش خشن. الا انه الهواء اللي داخل ده لو ناشئ، بتحسوا انتوا في الصيف الفرق ما بين الهواء بتاع الصيف، نسمه الهواء بتاعه الصيف ونسمه الهواء بتاعه الشتاء. نسمه الهواء بتاعه الصيف تحسها تدخل عندك بتشرخ الجهاز التنفسي وهي داخله كده، فيقول لك انا هواء سخن. لا مش هواء سخن بس، ده جاف. لكن الهيوميديفيكيشن ان احنا بنخلي الهواء رطب الى حد ما، فلما يكون رطب الى حد ما ده يكون الين على الجهاز الايه التنفسي الداخلي، ما يعملش ربشر فيه. فده فكره الهيوميديفيكيشن، انه بيخلي نسبه الهواء بتاعه، عارفين التكييف زي مثلا انتوا ماشيين في الصيف بره، انا عشان اول ما دخلت قلت لكم في حاجه ليه الهواء بره سخن وجاف، انما الهواء هنا في تكييف ده و... ولذلك اساسا بتبقى قائمه على الميه، فكره ان هو بيعمل هيوميديفيكيشن للاير عن طريق الميه والكلام ده. فهي دي الفكره بتاعتها. الوظيفه اللي بعد كده طبعا هو انتم مش هتيجي في 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 في, في الفاينل، هو مش طالب منك شرح، هو لما هيقول لك الوظيفه بتاعت الكوندكتنج سيستم هتقولي السته تكتبيهم كاسامي، عايزه تشرحي تحتهم اهلا وسهلا، مش عايزه تشرحي دي اصلا كافيه، دي اجابه كافيه. طيب ده بالنسبه لحرف مين؟ حرف الاتش. يبقى احنا خلصنا هيوميديفيكيشن اير كونديشننج اند كوندكشن. بعد كده عندنا فلتريشن. فلتريشن يعني ايه فلتريشن؟ بتفلتر الهواء اللي داخل من ايه؟ من البارتكلز ومن البكتيريا. ليه؟ مش فاكرين انه الجهاز التنفسي النوز كان موجود فيها الميوكوزا بتاعتها كانت سيليتد؟ كان يقول لكم سيمبل كولامينر سيليتد ابيثيليوم. ليه سيليتد؟ عليه سيليا. طب فاكرين السيليا دي كانت بتعمل ايه في فالوبيان تيوب في الامبريولوجي؟ دي اللي كانت بتزق البويضه. ليه؟ لانها موتايل ستراكشر، هير لايك موتايل ستراكشر، كانت بتحرك البويضه على سطحها. طيب هي زي ما بتحرك البويضه كمان بتحرك البارتكلز في جيل لير كده، في طبقه من الجيل اللي هي المخاط اللي احنا بنشوفه ده، الطبقه دي هي اللي بتحركها. ليه؟ عشان لو داخل اتربه او داخل اي فوريوم بادي نروح رامينه بره. فدي اللي هي فكره الايه الفلتريشن، ان احنا بنفلتر الهواء اللي داخل. لو في اي حاجه داخله تراب اي كلام من ده اي بارتكلز اي دست، يروح ايه يعلق بالجل اللي موجود اصلا في الايه في الانبوبه، ما يعديش غير الهواء الايه اللي احنا عايزينه يعدي بس. فدي فكره الفلتريشن. فكره البروتكشن هي الفلتريشن على فكره، يعني عشان كده انا ايه بوعيب عليهم فكره التقسيم زياده عن اللزوم دي. البروتكشن الحمايه، ان هي برضو بتحمي الجهاز التنفسي من الفوريان بادز الاجسام الغريبه اللي هي طوب بقى دست اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي، عن طريق ميكانيزمين، حاجة اسمها كاف ريفلكس وسنيزنج ريفلكس. ايه السنيزنج؟ العطس. طب ايه الكاف؟ الكحة. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ السنيزنج ده بيبقى من فوق هنا لما يكون حجم البارتكلز اكتر من 10 مايكرو، بتقف هنا في الجهاز التنفسي اصلا، فايه تعمل ستيميليشن تروح عطش. طبعا البنات عطس بره اتسي، انما في البيت بيبقى ايه بقى، بتحس في انفجار حصل في البيت. فيبقى اذا ده اللي هو السنيزنج ريفلكس اللي هو ميكانيزم الايه العطس، وهناخده ان شاء الله وناخد التفاصيل بتاعته. طيب بعد كده الكاف ريفلكس. ايه الكاف ريفلكس ده؟ الفرق ما بين الكحه والعطسه. العطسه دي الجهاز التنفسي من فوق، لما يبقى حجم كبير خالص بيحتاج اسفوق. طب لو انت حجمك صغير من 2 ل 10 مايكرو، تنزل مع الجهاز التنفسي والنوز ما ياخدش باله ان انت حجم كبير اصلا، ما تحتاجش في الانف، امال تحتاجش فين؟ في البرونكاي تحت وفي البرونكيولز الشعب الهوائيه تحت. ايه اللي بيحصل بقى؟ هي مش الشعب الهوائيه فيها سيليا برضه؟ اللي بيخليك لما تشرب ميه زياده عن اللزوم ويدخل الجهاز الميه الجهاز التنفسي، ايه اللي بيحصل عندك؟ مش بتقعد كحه؟ ايه الكحه دي؟ بسبب السيليا اللي موجوده في الجهاز التنفسي اللي هي بترمي لفوق، بترمي الميه او الفوريوم بارتكلز اللي دخلت لفوق. فده الكاف ريفلكس اللي هو الكحه، بتحصل عن طريق السيليا بس اللي موجوده تحت. يبقى الفرق ما بين السنيزنج والكاف الاثنين نفس الحاجه، الغرض منهم طرد الفوريوم بادي بره جسم الانسان او بره الجهاز التنفسي. دي فوق للبارتكلز الكبيره سنيزنج، ودي تحت اللي هي الايه للبارتكلز الصغيره. ده الايه ده البروتكشن. بعد كده النون ريسبيراتوري فانكشن، في حاجات ليها علاقه بالجهاز التنفسي ومش بتاعه التنفس اصلا، يعني وظايف ملهاش علاقه بالتنفس. السميلنج، الشم والفونيشن. ايه الشم بقى؟ الشم عن طريق الجهاز التنفسي. للاسف انا لما طلعت على المنهج بتاعكم ما لقيتش ان هم هيتكلموا في الجزئيه دي، بس ما ينفعش انك تخلص رسوبيرات وما انتش عارف المعلومه دي. هو انت بتشم احسن لما تاخد الهواء بشكل سريع ولا لما تاخده بشكل بطيء؟ لما انت بتيجي تشمي من الحلة المحشي او ايا كان الاكل اللي هم بيديه لكم في المدينه زي الاكل بتاعنا مثلا، انا بشمه ما بلاقيش، يعني بطيء سريع ما فيش ريحه اصلا. طب مثلا بافتراض انك في البيت وجاي تشم الاكل، بتشمه كده لو ولا الهواء بالراحه كده؟ ايه الفرق ما بين الاثنين اصلا؟ ليه لما بتشد سريع كده ما بتشمش؟ مش لان الهواء عدى بسرعه، مش اللي هو عدى ولا دراشي، لا مش كده خالص. الفكره انك دلوقتي عندك الانف، هذا الانف مثلا، فاحنا بندخل من الدخله دي، فالمفروض ان انت هنا بتدخل بقى على الجهاز التنفسي.
الاحساس بتاع التنفس دي الحته دي مش عليكم في المنهج اصلا. السميلنج بيبقى الريسبتورز بتاعته هنا اللي هي الاولفاكتوري نيرف العصب الشمي اصلا بتبقى جاي من هنا كده لان هو من فوق كده بيبقى في حاجه ايه تريبري بليت ولا مش عارف اسمه ايه كده عظمه فوق الجهاز التنفسي فوق الانف من فوق بتبقى ايه فيها مخرمه كده فيها فتحات بينزل منها الشعيرات النهائيه بتاعت الايه الاولفاكتوري نيرف المفروض ان دي اللي تحس بالايه بالاكل. لو انت شديت نفس عميق بتشد الهواء بسرعه فينزل لتحت ما يوصلش للمنطقه دي لكن لما تشد النفس واحده واحده يوصل هنا للمنطقه دي فيعمل لها ستيميليشن فتحس بالايه تحس بريحه الاكل. فلذلك لما تيجي تشم اكل ايه واحده واحده كده عشان يطلع ليه لفوق يقول لك دخلت نخشيشه دي النخشيش ده يبقى ده الايه السميلنج يبقى الاحساس بالايه حاسه الشم عن طريق الجهاز التنفسي. تاني حاجه الفونيشن او الفوكاليزيشن اللي هو الكلام ده. هو الكلام ده عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن هواء حصل له ارتكيوليشن تقطيع. التقطيع ده بالايه؟ بالفوكال كوردز الاحبال الصوتيه. الاحبال الصوتيه ده يا جماعه عباره عن شباك اللي هو موجود في الحنجره. الفوكال كوردز ده شباك طول ما هو فاتح مش هيحصل حاجه. امال امتى يحصل الصوت؟ لما يكون قافل بس مش قافل بشكل كومبليت يعني لا ده بيقفل كده بيقطع الكلام. يعني انا طول ما انا بتكلم دلوقتي الفوكال كوردز دي بتعمل ايه؟ بتقطع الكلام كده بتقطعه بحيث ان هي تتحرك والفايبريشن اللي بيحصل بها هو ده اللي بيعمل الصوت اللي انا بتكلم بيه ده. وطبعا ده الحكمه الالهيه يعني حاجه عبقريه جدا. انت مش فاهم انهي حركات اللي تعمل انهي صوت زي الاوتار كده. انت بتعب حافظين حركات ليه بس انت بتخيل كميه الاصوات اللي بتطلع في الكلام فده معناه كلمه ارتكيوليشن عاليه جدا. طبعا لو حصل مشكله في الفوكال كوردز اللي هو احبال صوتيه يقول لك جاله شلل في الاحبال الصوتيه ما يقدرش يتكلم تاني الهواء طالع بس الاحبال الصوتيه ما تعرفش تقطع الكلام ما تعرفش تقطع وتنغم الكلام زي ما انت ايه زي ما انت عايز. يبقى اذا دي اخر وظيفتين اللي هم النون ريسبيراتوري اللي هي الاحساس بالشم والفوكاليزيشن اللي هو الايه الكلام. حد عنده اي مشكله في الفسيولوجيكال اناتومي؟ احنا كده خلصنا الفسيولوجيكال اناتومي. قلنا عندنا ايه في الفسيولوجيكال اناتومي؟ قلنا عندنا سنترز قلنا عندنا عضلات قلنا عندنا اير واي ولونج. الاير واي عندنا قسمناه من حيث الوظيفه الى كوندكتنج زون وريسبيراتوري زون. الكوندكتنج زون ليه ست وظائف. ايه الست وظائف دي؟ اول حاجه الاير كوندكشن توصيل اير كونديشننج ملائمه هيوميديفيكيشن بعد كده عندنا فلتريشن وبروتكشن بعد كده عندنا نون ريسبيراتوري اللي هي السميلنج والايه والفونيشن. بعد كده الجزء الثاني عندنا ريسبيراتوري زون ايه الغرض منه؟ الجاز اكستشينج تبادل الغازات لان هو ده اللي الممبرين بتاعه بيكون سموث وبيكون ديليكيت بيكون رقيق خالص ينفع ان احنا نحصل عن طريقه ايه جاز اكستشينج. في معلومه نصحت لانها برضو مش موجوده عندكم للاسف الشديد لو احنا جبنا الرئه بتاعت واحد كده وقطعناها وطلعناها بره هنلاقيها بتساوي حجمها قد ايه؟ حد يتوقع يعني حد يضرب رقم؟ خدته في الفارما في الترم الاول روت اوف ادمنستريشن صح؟ ايه؟ روت اوف ادمنستريشن ازاي بندي الدواء؟ ممكن نديه ازاي؟ حقن حبوب كلام من ايه اسرع طريقه اعطال الدواء؟ انتروفينس وبعد كده ماشي سبلينجوال سريع برضو ايه تمام. احنا لما بنيجي نبنج في العمليات لا مش الباتش ده دي بطيئه في العمليات لما بنيجي نبنج حد بنبنجه ازاي؟ انهاليشن. الفكره في الانهاليشن ان هو طريقه سريعه جدا عشان توصل للدوره الدمويه لان انت يا دوب هتدخل عن طريق النفس تدخل الشعيرات الدمويه خلاص بقيت في الدم. كذلك مساحه السطح الكبيره جدا عارفين لو احنا طلعنا الرئه كده شفيناها ومسحناها على الارض هتبقى قد ايه؟ لا انت لو مسحتيها على زي الدي ان ايه لو فكيناه يقول لك بيوصل من هنا للقمر فكذلك مش عارف كم مره رايح جاي. كذلك الرئه لو فتحناها كده انت بتلاقي الرئه دي شويه انابيب وفي خيرها شويه اكياس كده لو قطعنا الاكياس دي وفردناها على الارض كده تعمل مساحه قد ايه تتوقع كده؟ 70 متر مربع. 70 متر مربع عارفه ايه؟ ايه 70 متر مربع؟ انتوا مش متخيلين. حد فيكم شاف ملعب تنس قبل كده؟ ما شفتوش ملعب تنس انت؟ شفتوا ملعب كره قدم مثلا تقريبا نص ملعب كره القدم. 70 متر مربع مساحه كبيره جدا عشان يحصل عن طريقها امتصاص. لذلك احنا في الانهاليشن في التخدير في البنج وانت في العمليات نديك عن طريق الانهاليشن مساحه كبيره جدا يحصل عن طريقها الايه الامتصاص. فدي مساحه كبيره جدا وده من رحمه ربنا مساحه السطح المعرضه للامتصاص بتاع الاكسجين وثاني اكسيد الكربون ان هو يطلع بره مساحه كبيره جدا. اوكي ده بالنسبه للفسيولوجيكال اناتومي مش عايزين منكم ايه اكتر من التفاصيل اللي احنا قلناها دي. طيب عايزين بعد كده نعرف ايه الريسبيريشن فيزز. هو عندكم يقول لك ايه الريسبيريشن ديفايدد انتو بس هي مش انواع خلي بالك التنفس عمليه التنفس هو ايه الغرض من عمليه التنفس؟ خلي بالكم الجهاز التنفسي خلي بالكم انا بقول الغرض من عمليه التنفس مش الجهاز التنفسي لانه الجهاز التنفسي ليه وظائف ثانيه كتير ملغيه من عندكم المنهج بس الجهاز التنفسي ليه تقريبا 20 وظيفه غير فكره ان هو بينقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون دي على فكره ده اقل وظيفه ليه اصلا فكره اكسجين وثاني اكسيد الكربون عشان بس نكون واضحين يعني في وظائف ثانيه كتير جدا مهمه جدا للجهاز التنفسي. فاكرين في الموديول بتاع الكارديوفاسكولار لما قلنا ان هو بيفرز الاس الاس انزيم الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم اللي هو كان بيحول الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 اللي هو كان بيعلي الضغط
وكان بيعمل شويه حاجات معتبرين خالص في جسم الانسان في الامتصاص والالدوستيرون والكلام ده. فاكرين الكلام ده؟ الايس ده بيفرز منين اصلا؟ من الجهاز التنفسي. انت بتغفل الكلام ده لانه احنا يعني هناك بتفكر ان كل حاجه لها علاقه بالكليه. يعني انت اساسا ممكن تكون ناسي ان الايس ده اللي هو الايس انزيم مش موجود اساسا في الكليه. اللي كان بيطلع من الكليه هو الرينين. امال الايس انزيم ده بيطلع منين؟ بيطلع من الرئه اصلا، وهذا اللي بيحول الانجيوتنسين. كذلك بتفرز مواد كيميائيه ثانيه كتير ما علينا، وليها وظائف كتير بس ايه مش عليكم في المنهج. خلينا نقول الريسبيريشن ايه فيزس اللي هي المراحل بتاعه التنفس. هو ايه الغرض من الجهاز التنفسي؟ قلنا الغرض الاول هو فكره تبادل الغازات اللي بيحصل ما بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، ان احنا ندخل اكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون، صح؟ طيب هو الغرض فقط ان انت، هو انت بتجيب الاكسجين وثاني اكسيد الكربون منين اصلا؟ اتموسفير. انا جهاز تنفسي بجيبه منين؟ من بره، من الاتموسفير. فالمفروض تبادل الغازات الاول اللي بيحصل ان احنا بناخد الاكسجين من الجهاز من الهواء الطلق اللي هو الاتموسفير اللي حواليا وادخله جوه الرئه. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه ان انا بعد ما وديته للدم انقله، طبعا بيحصل تبادل غازات في الرئه عند الحويصلات، بعد ما وديته للدم ان انا انقله لاعضاء جسم الانسان. يعني مثلا انا الرئه جبت الاكسجين من الجهاز التنفسي وبعد كده نقلته عن طريق الدم للايه؟ للاعضاء. عند الاعضاء ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تبادل غازات ثاني اللي هو ايه؟ يعني انا في الرئه بعمل ايه؟ بجيب اكسجين من بره وبطرد ثاني اكسيد كربون، بعد كده اوصل في تيار الدم ايه؟ اكسجين وثاني اكسيد كربون، اكسجين رايح ثاني اكسيد كربون راجع، صح؟ عند الاعضاء ايه اللي بيحصل؟ بننقل الاكسجين للاعضاء ونرجع ثاني اكسيد الكربون، صح؟ يبقى اذا الخطوات اللي انا قلتها دي كام خطوه؟ المراحل بتاعت الريسبيريشن ثلاث مراحل. اكسترنال ريسبيريشن، ليه اسمه اكسترنال؟ لانه خارجي، لانه مع الهواء الخارجي. فيبقى الاكسترنال ريسبيريشن نقصد بيه ايه؟ نقصد بيه نقل الهواء من الاتموسفير للدم لتيار الدم. المرحله الثانيه ننقل العربيات نودي الاكسجين للانسجه ونجيب من الانسجه ثاني اكسيد الكربون. طيب والمرحله الثالثه نعمل تبادل غازات اسمه ايه؟ انترنال ريسبيريشن، يعني تنفس خلوي داخلي اللي هو عند الخلايا بقى، اللي هو بيحصل فيه ايه؟ ناخد الاكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون، او بنطلق عليه يوتيلايزيشن اوف اكسجين، استهلاك بقى الاكسجين. طيب معلومه ليكم برضو عشان هم ما قالوهاش عندكم، الجهاز التنفسي الأهمية العظمى ليه مش ان هو يجيب اكسجين، الأهمية العظمى ليه ان هو يطلع ثاني اكسيد الكربون. لذلك هنشوف دلوقتي ان عملية الانسبيريشن الشهيق مدته اصغر من الزفير. الزفير هو المدة الاكبر، يعني الشهيق ده بيكون 1.3 ثانية، انما الثاني ده بيكون 1.7 اطول منه. ليه؟ لانه فعليا الوظيفه الرئيسيه لجسمك في الجهاز التنفسي انه يطلع ثاني اكسيد الكربون مش ان هو يجيب الاكسجين. انت تقدر تقعد تحت الميه مثلا او تقعد كاتم نفسك لمده معينه من غير اكسجين عادي خالص، مفيش اي مشكله، ومع التدريب بتزيد المده دي. تقدر تعيش اصلا وانت الاكسجين قليل في دمك. فاكرين الهايبوكسيا لما كنا بنقول بتعمل بوليسايسيميا والكلام ده؟ لكن ما تقدرش تعيش لمده طويله وثاني اكسيد الكربون زياده في دمك، لان ثاني اكسيد الكربون ده لو تفتكروا ده اللي بيمثل الجانب الحامضي في الدم اللي هو الاسيد. فلما بيزيد ثاني اكسيد الكربون يحصل عندك ايه؟ اسيدوزس، ودي مميته، تمام؟ فيبقى اذا الوظيفه الرئيسيه للجهاز التنفسي انه يطلع اصلا ثاني اكسيد الكربون مش ان هو ايه يدخل الجهاز التنفسي يعني. طيب يبقى اذا الريسبيريشن فيزس اكسترنال ريسبيريشن نقصد بيه ايه؟ تبادل الغازات اللي بيحصل فوق. بعد كده عندنا البلاد ترانسبورت او نقل الايه؟ الاكسجين وثاني اكسيد الكربون عبر تيار الايه؟ الدم للانسجه. بعد كده المرحله الاخيره انترنال ريسبيريشن اللي هو على مستوى الايه؟ الخليه، عند الخلايا الكابيلاريز يطلع منها اكسجين ويدخل لها ثاني اكسيد الكربون يرجع عن طريق الفينز ثاني للقلب، من القلب للرئه، من الرئه على بره. واضح؟ طيب وبعد كده عندنا ايه؟ عايزين نتكلم بقى عن الاكسترنال ريسبيريشن، التنفس الخارجي. هو التنفس الخارجي كان عباره عن ايه؟ حد يفكرنا كده التنفس الخارجي؟ تبادل الغازات اللي حصل ما بين الرئه وما بين الايه؟ الاتموسفير. ان احنا جبنا اكسجين من بره وصلناه لحد الدم، وجبنا اكسجين ثاني اكسيد الكربون من جوه وطلعناه بره، صح؟ طيب انتم ملاحظين ان احنا لما جبنا الاكسجين من بره وصلناه للدم دول مرحلتين اصلا؟ يبقى الاكسترنال ريسبيريشن ده خطوتين، خطوه انك تعمل تبادل الغازات تجيب اكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون، والخطوه الثانيه انك تعمله على مستوى الاوعيه الدمويه ما بين الالفيولاي والاوعيه الدمويه. يبقى وصلناه وحصل تبادل هنا عند الايه؟ عند الاوعيه الدمويه. فيبقى اذا اساسا العمليه دي عمليتين، فنتيليشن اللي هي التهويه، ان انا اجيب الاكسجين واطلع ثاني اكسيد الكربون. طيب انا دلوقتي فين؟ انا في الحويصله. بعد التهويه ما حصلت؟ نعمل الاكستشينج، الجاز اكستشينج اللي هو تبادل الغازات بقى، ندخل الاكسجين ونطلع ايه؟ ثاني اكسيد الكربون عشان يطلع في الفنتيليشن اللي بعده. يبقى اذا لو بصيتوا للصوره اللي عندكم كده هتلاقوا ان احنا عندنا خطوتين، الخطوه اللي هي بالاصفر دي اللي هي الفنتيليشن، بعد كده اللي في الكوره دي الحويصله بقى، ندخل اكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون، دي الخطوه الثانيه اللي هي الايه؟ الجاز اكستشينج. واضح؟ طيب التهويه اللي احنا بنعملها للجهاز التنفسي كام خطوه؟ ثلاث خطوات. ايه هما؟ انسبيريشن، اكسبيريشن، وبوز، اللي انا رسمها لكم في الدايره اللي عندكم دي. انسبيريشن واكسبيريشن وبوز. يعني ايه انسبيريشن واكسبيريشن وبوز؟ التهويه عندنا اللي احنا بنعملها شهيق، زفير، وبوز. ايه البوز ده؟
عارفين البوز اللي هو موجود في الفيديوهات بتاعت مش عارف ايه، اللي هو ايقاف، ايقاف مؤقت. ايه اللي بيحصل لو احنا مثلا عاملين منحنى بيدرس العلاقه ما بين الزمن، ما بين التايم، وما بين الفوليوم بتاع الاير اللي موجود في الجهاز التنفسي، حجم الهواء اللي موجود في الجهاز التنفسي، حجم الهواء اللي موجود في الحصيلات الهوائيه بيزيد اكتر في الزفير ولا في الشهيق، ولا في الشهيق، في الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن، حجم الهواء اللي جوه بيزيد في الانسبيريشن، فتلاقي انه حجم الهواء بيزيد في الانسبيريشن. طب بعد كده في الاكسبيريشن يقل، طب في البوز ثابت. يبقى اذا انسبيريشن اكسبيريشن بوز، البوز ده حجم الهواء اللي داخلي بيبقى ثابت. يعني ايه؟ يعني ما بيحصلش تبادل غازات. في الانسبيريشن الهواء بيدخل من بره لجوه، في الاكسبيريشن من جوه بيطلع لناحيه بره، في البوز ثابت. طيب المرحله دي بتبقى موجوده فين؟ وانت نايم. يعني بص لاخوك مثلا، انت على اخوك او اي حد في البيت مثلا وهو نايم وقعد يبص له كده، طبعا هو هيتسرع لما يشوفك، ما علينا يعني. بس احنا بنتكلم في فكره ان هو ايه، هتلاقيه وفي فتره كده ساكت، لا بيطلع ولا بيدخل. يبقى اذا البوز ده هلاقيه موجود امتى؟ هلاقيه موجود في حالات السليب او في حالات الكوايت بريثنج، النورمال كوايت بريثنج، لما تكون بتتنفس ببطء بالراحه. طيب هو انا لما بسرع من عمليه الفنتريشن اللي هو الكلام ده، ايه اللي بيحصل فيه؟ هو اساسا الانسبيريشن دي مدتها قد ايه؟ الانسبيريشن دي مدتها 1.3 ثانيه. طب والاكسبيريشن مدتها 1.7 ثانيه. انتوا ملاحظين ان الاكسبيريشن اكتر، لانه الغرض ان احنا نعمل زفير مش الشهيق، الغرض ان احنا نطلع ثاني اكسيد كربون اكتر منه ان احنا ندخل اكسجين. طب والبوز، البوز ده بيكون حوالي 0.7 ثانيه. طيب وبعدين لما احنا بنسرع التنفس، ايه اللي انا عملته؟ قصرت المده بتاعتهم. معانا دلوقتي انا كنت باخد النفس في قد ايه؟ في مده زمنيه اللي هي كام؟ تقريبا مثلا 3.7 ثانيه. جمعهم الثلاثة على بعض، 1.3 و1.7 يبقى كام؟ يبقى 3. طب و7 من 10 يبقى اذا المده الزمنيه للسايكل الواحده 3.7 ثانيه، صح؟ يعني يبقى اذا دي اللي هي الايه؟ السايكل الواحده. لما انا بتنفس بسرعه الكلام ده كله، طبعا لو عملت اكتر من كده هموت. التنفس السريع ده ايه اللي بيحصل فيه؟ السايكل ما بقتش 3.7 ثانيه، بقت مثلا يعني 3 بس. المده الزمنيه ديت اللي راحت دي، راحت مثلا قطعنا من هنا 2.1 ومن هنا 2.1 ومن هنا 2.1، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ لا، لما بيحصل هايبر فنتيليشن، يعني تنفس سريع زياده عن اللزوم، فنتيليشن سريع زياده عن اللزوم، اللي بيحصل ان احنا بنقطع البوز ويبقى انسبيريشن اكسبيريشن، انسبيريشن اكسبيريشن، انسبيريشن اكسبيريشن، وهكذا. يبقى البوز دي بتختفي امتى؟ لو انت بتتنفس بسرعه اثناء الاكسرسايز او ايا كان اللي انت بتعمله. واضح؟ طيب يبقى اذا عرفنا الانسبيريشن والاكسبيريشن والبوز ده من حيث الايه؟ المده الزمنيه، من حيث الترتيب، مين فيهم موجود مين فيهم مش موجود. طيب عايزكم تعرفوا بقى قبل ما ندخل في الميكانكس، لان ده الموضوع الرئيسي واللي بيجي في الامتحانات كتير، انه عمليه الانسبيريشن هي عمليه اكتف. يعني ايه اكتف؟ يعني فيها انقباض عضلي، نشطه، تحتاج الى طاقه. اما الاكسبيريشن عمليه باسيف، لا تحتاج الى طاقه اساسا. بسبب ايه؟ ان العضلات بتلف بس، ليها اسباب ثانيه هنعرفها في وقتها. المهم ان الاكسبيريشن باسيف بروسيس، ودي اشهر حاجه بتيجي في الام سي كيو. يقول لك ان الانسبيريشن ات از اكتف بروسيس ولا باسيف بروسيس ولا مالهاش سيس ولا اي حاجه خالص. لا، هي الانسبيريشن اكتف بروسيس، الاكسبيريشن هي الايه؟ الباسيف بروسيس. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل في الانسبيريشن وايه اللي بيحصل في الاكسبيريشن؟ الانسبيريشن شهيق، الدواء الهواء بيدخل من الاتموسفير للجهاز التنفسي. طب والاكسبيريشن زفير، الهواء بيطلع من الجهاز التنفسي للايه؟ للاتموسفير اللي حواليه، صح؟ طيب عشان الهواء ينتقل من هنا من الاتموسفير، ايد اليمين دي اللي هي الاتموسفير، لللانج، ايه اللي يحصل؟ عشان الدواء الهواء ينتقل من هنا لهنا، لازم فرق الضغط من هنا يعلى عن هنا، صح؟ لازم الضغط هنا يكون اعلى من هنا. طيب الاتموسفير الضغط بتاعه ثابت، حد فاكر كان كام؟ ايه واحد دي؟ واحد ايه يعني؟ واحد اتموسفير اللي هو بيساوي كام ملم زئبق؟ 760 ملم زئبق، تمام؟ خلي بالكم عشان انتوا يعني هنشوف دلوقتي، هنشوف. المهم يعني 760 ملم زئبق، الضغط بتاع الاتموسفير ثابت. ليه بقى؟ لو كان التغير بتاع الدخول الغاز معتمد على الضغط بتاع الاتموسفير، يعني عشان انا ادخل الغاز من الجهاز التنفسي من بره للجهاز التنفسي اعمل زياده في الاتموسفير، فكان ده معناه لما الدكتوره تيجي تتنفس تروح معليه الضغط بتاع الهواء بتاع الاتموسفير عشان تدخل الهواء جوه الجهاز التنفسي عندها، وبعد كده الدكتوره تروح معليه ضغط الاتموسفير، وبعد كده الدكتوره تقول معلش ما تتنفسيش انا هعلي انا الضغط. مفيش الكلام ده، الاتموسفير بتاعنا كلنا واحد، فالاتموسفير ثابت، الضغط بتاع الاتموسفير ثابت. لو انت عايزه بقى تدفع الهواء من هنا للجهاز التنفسي تعمل ايه؟ ما عندكيش غير حل واحد بس، لازم يا اما تقلل الضغط هنا يا اما تعلي الضغط هنا. الهواء ينطلق من الجهاز التنفسي من الاتموسفير لحد الجهاز التنفسي للرئه عندك، لما الضغط هنا يقل فيبقى الضغط هنا ثابت اصلا، بس الضغط هنا هو اللي قل، فيحصل ايه؟ انتقال للهواء من الاعلى للاقل. طيب امتى يحصل العكس؟ اكسبيريشن،
الضغط هنا ثابت. لما انت تعلى لما الضغط يعلى، طيب لو احنا عندنا حجره زي دي ايه اللي يعلى الضغط فيها وايه اللي يوطي الضغط فيها؟ اللي يعلى الضغط حاجه من الاثنين، يا اما الناس اللي جوه تزيد يا اما الحجم بتاع الغرفه يقل. طيب واللي يوطي الضغط فيها؟ يا اما الحجم بتاع الغرفه يزيد يا اما عدد الناس اللي جوه يقل. طبعا عدد الناس اللي هو الهواء احنا مش هنتحكم فيه اصلا، فانت عندك تغير وحيد يقلل الضغط هنا وتغير وحيد يزود الضغط هنا. ايه اللي يزود الضغط جوه الاوضه؟ ان انت تعمل فازو كونستريكشن، مش فازو كونستريكشن بقى، ان احنا نعمل ايه؟ كونتراكشن، نقلل الحجم، نقلل الفوليوم بتاع الايه؟ بتاع الجهاز التنفسي. طيب ايه اللي يخلي الضغط هنا يقل؟ ان احنا نوسع الجهاز التنفسي، وده فعليا اللي بيحصل في الشهيق والزفير. لاحظ كده لو انت بتعمل شهيق ايه اللي بيحصل في الجهاز التنفسي؟ هو انت الجهاز التنفسي عندك، خلي بالكم عشان دي الناس العوام الناس بيبقوا فاكرين كده، بفكر انه الجهاز التنفسي بيتمدد عشان الهواء بيدخل، يعني فكر ان هو اللانج انا بتمدد كده عشان الهواء بيدخل جوه. لا، هو الهواء بيدخل عشان انا بتمدد، صح؟ ليه بقى؟ لانه بيحصل انه العضلات بتنقبض فحجم الجهاز التنفسي يزيد، حجم الرئه يزيد، فلما الحجم يزيد ايه اللي يحصل في الضغط؟ يقل. فلما الضغط هنا يقل ايه اللي يحصل في الهواء؟ رش يدخل لناحيه جوه. الضغط بيقل بمقدار قد ايه؟ بيقل بمقدار حوالي 2 عن الجهاز التنفسي، عن الاتموسفير، اللي هو كام؟ 760. الضغط هنا تلاقيه مثلا 755 758 وهكذا، يبقى بيقل بمقدار 2 ملم زائد عن الضغط بتاع الايه؟ الاتموسفير. طيب يبقى اذا الانسبيريشن اللي انا عايزك تعرفه بقى، الانسبيريشن مدتها قد ايه؟ 1.3. الانسبيريشن اكتف بروسيس، الميكانيزم انه الانسبيريشن بيحصل فيه زياده في حجم الشيست في كل الدايمنشن، في كل الاتجاهات، وهنعرف دلوقتي يعني ايه كل الاتجاهات. فلما بيزيد حجم الشيست يقل الضغط جواه اللي هو الانترا بالمونري بريشر. يعني ايه بالمونري؟ جهاز التنفسي، انترا داخل الجهاز التنفسي. الضغط يقل بسبب زياده الحجم، فلما الضغط يقل يحصل ايه؟ يقل بمقدار حوالي 2-3 عن الجهاز الايه؟ عن الاتموسفير الخارجي، فيحصل اندفاع للهواء الى داخل الجهاز التنفسي اللي هو الايه؟ الانسبيريشن. طب حد يقول لي الاكسبيريشن، الاكسبيريشن مدتها قد ايه؟ 1.7 اكتف ولا بس بروسيس؟ طيب ايه السبب فيها؟ اللي بيحصل ان انا عندي قلة في حجم، ديكريز في الفوليوم بتاع الجهاز التنفسي بتاع اللنج في اول دايمنشن، فيحصل ان الضغط جوه يحصل له ايه؟ فلما الضغط يزيد جوه ايه اللي يحصل؟ يحصل له ان هو يندفع خارج الجهاز الايه؟ التنفسي اللي هو هواء الايه؟ الاكسبيريشن. البوز زي ما قلنا كده بتكون موجوده في بعض الاحيان، مش موجوده في بعض الاحيان، على حسب الايه؟ الريسبيريشن اللي انت بتعمله. واضح؟ طيب ايه الجاز اكستشينج بقى؟ الجاز اكستشينج اللي هو تبادل الغازات اللي بيحصل بقى، اللي هو اكسجين ينتقل سواء كان فوق من الرئه للجهاز التنفسي للبتاع ده للدم، او تحت عند الانسجه بقى في الانترنال ايه؟ الانترنال ريسبيريشن. طيب الرقم ده يهمني قوي، الرقم ده بيمثل ايه؟ التايم اللي احنا محتاجينه للكارديا للريسبيراتوري سايكل، صح؟ دوره النفس الواحده بتاخد في اللي هو ايه؟ انه الهواء يطلع بره الجهاز التنفسي مش بس بسبب الريلاكسيشن بتاع العضلات، كمان بسبب حاجه اسمها ايه؟ زي ما قلنا الريكويل بتاعت اللنج. ثالث حاجه بسبب السيلف استنشن، ان هو احنا هو ايه اللي حصل لما الحويصلات انتفخت بالهواء؟ السيلف استنشن عارفين ده ايه؟ ان جزيئات السائل اللي هي ناحيه بره، مش السائل ده بيكون مثلا لو احنا عندنا هنا ايه؟ على كوبايه وفي هنا سائل، المفروض في هنا جزيئات السائل، الجزيئات اللي فوق دي بتقف وتمسك ايديها اثنين بعض كده. طيب لو حصل ان الضغط هنا زاد ايه اللي يحصل في الجزيئات دي؟ الحجم يزيد، فالجزيئات دي بدل ما كانت لازقه بعضها كده تبعد عن بعضها، صح؟ فالجزيئات دي بتميل ان هي تشد بعضها، صح؟ طب لما تميل انها تشد بعضها ايه اللي يحصل في الحجم؟ يلي يبقى بسبب كمان السيلف استنشن بتاع الفلويد اللي مبطن للايه؟ لحصول الهوائيه. دي ثلاث اسباب بتعمل اكسبريشنز طبعا، يعني عايزين تزودها مش عايزين تخلص. اوكي طيب يبقى اذا عرفنا الميكانيزم اوف ايه؟ اوف انسبيريشن اوف اكسبيريشن، ده الطبيعي يا جماعه. يبقى اذا ايه هي العضلات بتاعت الانسبيريشن النورمال كوايت؟ خلي بالكم عشان دي تيجي في الام سي كيو، وده اشهر سؤال في الام سي كيو. يقول لك اثناء النورمال كوايت بريثنج او اثناء الايوبنيا اللي هو التنفس الطبيعي، انهي عضلات بتنقبض اثناء الانسبيريشن وانهي عضلات بتنقبض اثناء الاكسبيريشن؟ اثناء الانسبيريشن بتنقبض الدايفراجم والانتركوستال ماسل، تمام؟ طيب اثناء الاكسبيريشن بس البروسيس ما فيش انقباض عضلات اصلا. عارفين بقى اثناء الفورس الانسبيريشن والاكسبيريشن ايه اللي بيحصل؟ اثناء الفورس الانسبيريشن بيحصل انقباض للعضلات اللي هي الدايفراجم والانتركوستال وكمان عضلات اضافيه. هو انت مفكره ان انا لما اتنفس في العادي زي ما اتنفس بشكل فورسي؟ ايه اللي انا عملته؟ كنت شايفينه وانا بتنفس ايه اللي حصل؟ شايفين العضله اللي ظهرت دي؟ ايه العضله دي؟ الاستيرنوماستويد ماسل. الجهاز التنفسي مش كفايه عليه ان الضلوع بتترفع بالانتركوستال ماسل بس، ده كمان بيرفعها بعضلات موجوده في الرقبه ونازله على الجهاز التنفسي. العضلات دي زي ايه؟ زي الاسترنوماستويد ماسل. ايه الاسترنوماستويد ماسل دي؟ استرنوماستويد ده ماستويد بروسيس كده موجود ورا الودن. عارفين لما بيجي اطفال كده تلاقي عندهم الحته دي ملتهبه كده وبيجي عندهم سخونيه وكلام من ده؟ ده غالبا اصلا ماستايتس بتاع
تعرف الماستويك بروسيس عظمه كده موجوده في الايه في الجمجمه من تحت. المهم العضله دي وصلنا ما بين الماستويك بروسيس وما بين الاستنم فسميناها استنم ماستويك ماسل. في عندنا اسكالينس ماسل وفي سيريتاس انتيريور ماسل وفي حاجه اسمها بيكتوراليس ماينور. عضله الصدر دي في عضله كبيره كده اللي هم جماعه البنش عند الجماعه اللي هم بتوع الجيم اسمها بيكتوراليس ميجو. تحتها عضله اسمها بيكتوراليس ماينور. في سيريتاس انتيريور ماسل عضله كده بتبقى يمشي على عارفين ان حد فيكم شاف محمد صلاح كان جاب جون في مانشستر يونايتد كده من سنه فقلع التيشيرت فكانوا جايبينه وهو بيعمل كده في عضلات كده باينه في جنبه من هنا كمان الجماعه بتوع كمال الاجسام ما شفتهاش. لا دي مش السكس باكس دي قدام هنا اللي هي موجوده عندنا. في عندنا هنا سيريتاس ماسل هنا بتبقى ايه ليها ايه شبه الريش كده معني معني انا بعرف من العضلات بس انت هتاخدها في الايه في الاناتوم اصلا بالتفصيل. يبقى اذا اثناء الفورس انسبيريشن هي اكتف بروسيس ولا لا؟ اكتف بروسيس. بيحصل فيها زياده في الحجم زياده في الضغط بسبب نقص الحجم ولا لا؟ عفوا العكس بيحصل فيها زياده في الحجم فنقص في الضغط فالهواء ايه ينجذب الى الداخل. ولكن في عضلات اضافيه اسمها ايه اكسسوري ريسبيراتوري ماسل. يعني ايه اكسسوري ريسبيراتوري ماسل؟ يعني عضلات بتاع التنفس وايه اكسسوري زياده. كام عضله؟ اربعه استرن ماستويد ماسل واسكالينس ماسل وسيريتاس انتيريور ماسل وبيكتوراليس ماينور ماسل. صعبه مش صعبه؟ طيب الاكسبيريشن في الفورسيت لما بقى اعمل ايه؟ بصوا كده اللي انا هعمله بصوا اللي انا هعمله بصوا شويه ده عملت ايه؟ فورسيت اكسبيريشن. الفورسيت اكسبيريشن ده كان عباره عن ايه؟ اللي هو العضلات بتاعت بطني انقبضت وفي عضلات كمان في الصدر انقبضت. هو ايه اللي بيحصل في الاكسبيريشن؟ اللي بيحصل في الاكسبيريشن انه حجم الشيست المفروض ان هو يقل. كان بيقل ازاي؟ عن طريق ان العضلات تريلاكس تاني. قال لك لا ده مش كفايه احنا كمان هنزق على العضلات عشان تنقبض لجوه اللي هو ايه تدخل لجوه فالجهاز التنفسي حجمه يزيد يقل اكتر فالضغط يزيد اكتر واكتر فاعمل اكسبيريشن ازيد من ايه؟ من الطبيعي اللي هو الفورس اكسبيريشن. طيب عشان تزق الدايفراجم اكتر من كده تعمل ايه؟ تزقيه من تحت ازود الضغط داخل البطن. ازود الضغط داخل البطن ازاي؟ عن طريق كونتراكشن في الانتيريور ابدومينال وول. يبقى اذا العضلات بتاعت البطن انقبضت يبقى بص اثناء الاكسبيريشن ايه اللي حصل في عضلات بطنك؟ العضلات انقبضت فزقت زودت الضغط فرفعنا الدايفراجم اكتر من الطبيعي فصغرنا الحجم ايه؟ اكتر من الطبيعي. مش هو كان بينزل اثناء الاكسبيريشن نرفعه. يبقى اذا ده اكتف بروسيس ولا باسيف؟ يبقى اذا يجي يسالك في الامتحان يقول لي الفورسد اكسبيريشن اكتف ولا باسيف بروسيس؟ اكتف بروسيس. طيب الفورسد انسبيريشن اكتف بروسيس. طيب النورمال او الايوبنيا بتاعت الاكسبيريشن بس البروسيس دي وحيده بس معنى ذلك اكتف بروسيس. ليه؟ لان بيحصل فيها انقباض العضلات اللي هي الابدومينال مصر. في عضلات كمان بتنقبض والغرض منها ان احنا نعمل ايه بقى في الريب؟ مش كنا بنرفع الريب؟ العضلات الثانيه دي الغرض منها انها تنزل الريبس عشان تصغر الحجم اللي هي اسمها ايه بقى؟ انترنال انتركوستال ماسل. عشان كده بقول لكم انسوا الانترنال عشان ما تتلخبطوش فيها. اللي عندنا الاكسترنال ده الرئيسي. الانترنال انتركوستال ماسل دي اكسسوري اكسبيراتوري ماسل يعني بتشتغل امتى؟ اثناء الاكسبيريشن. اثناء انهي اكسبيريشن؟ فورسد. يبقى الفورسد اكسبيريشن دي اكتف ولا باسيف بروسيس؟ اكتف. وتكفي امسكيو كتير. انت اول ما تشوف كلمه اكسبيريشن بتعملي باسيف بروسيس. بس هو كاتب لي كلمه فورسد ده بقى الايه الغلطه بتاعتها كلها. اكتف بروسيس بيحصل فيها الريلاكسيشن عادي خالص وزياده عليه انقباض في العضلات اللي هي الابدومينال وول ماسل العضلات الاماميه بتاعت البطن وكمان اللي هي ايه الانترنال انتركوستال ماسل. صح؟ الصوره الموجوده قدامكم عندكم في الصفحه الاخيره ديت اللي هي بتاعت الاكسسوري ايه بتاعت الاكسسوري ماسل. تعالوا نشوف فيديو مع بعض نتخيل بيه. احنا كده خلصنا المحاضره يعني. بصوا الست المحترمه دي بتقول ايه؟ ميكانكس اوف بريثنج. بصوا اللي بيحصل. الجهاز التنفسي انا شايفين العضله اللي هي جايه من تحت دي؟ العضله دي يا جماعه عامله زي الركبه كده الدفراي ما فيهوش غير فتحه من النص بيعدي منها الاورطه ويعدي منها المريء والكلام ده. طيب العضله دي عامله زي الركبه كده المفروض لما بتنقبض ايه اللي بيحصل؟ بتنقبض فبيقصر طولها فتشد ناحية تحت فالدايمتر بايه؟ بيزيد فهي الشكل اللي قدامكم ده. بصوا اللي بيحصل بقى الدفراي بيحصل له ايه مع التنفس؟ تتمدد فالدايجرام بينزل من تحت. طيب اثناء الاكسبيريشن يطلع لفوق ده فريج اهو ده الدفراج شكل العضله الخفحات اللي معدي منها المعده ده بالنسبه للدفراج من تحت. طب ملاحظين ان الضلوع اثناء الاكسبيريشن بتترفع اهو. بصوا ده انسبيريشن اكسبيريشن يعني الجنب بيبان اكتر اهو ده بسبب العضلات اللي هي اسمها ايه؟ اكسترنال انتركوستال ماسل اهي انتركوستال ماسلز انتركوستال ماسلز. العضلات دي لما بيحصل فيها كونتراكشن لان الاستريشن بتاعها بيبقى من ناحيه تحت كده تروح شد رفع لفوق. وعرفنا ازاي لما نرفع الضلوع لفوق تزود الترانسفيرس وتزود الانتر بوستيريور ايه دايما لما تزيد بقى حجم الكارديات تتشد فيحصل ايه
اكسبيريشن بسبب زياده الضغط بسبب نقص الحجم بتعمل بوش للاكسجين الى خارج الليفر. طيب خلاص يا حاج، خلاص يا حاج، متشكرين والله. الصوره دي برضه بتجيب ايه؟ بص كده الزياده بتاعت الحجم بتحصل في كل الاتجاهات، طول وعرض وترانزفيرس كله. بصوا طبعا الرئيسي اساسا بتاع الدايفراجم ان هو بينزل، ده الحجم بتاع الرئه بيزيد فالضغط يقل فيحصل اندفاع من الهواء الى الداخل للجهاز التنفسي. عندك اضافه؟ ده الهواء وهو داخل. الفتحه بتاعت الجهاز التنفسي احنا مش عارفينها، يعني مش بروسيجر اصلا، بس تعرفوا نفسكم يعني الفتحه بتاعت الجهاز التنفسي مقفوله بايه؟ يعني احنا دلوقتي عندنا مجرى الفم هو مجرى الانف من فوق، في احنا عندنا دلوقتي بعد البلعوم المفروض نفتح فتحه قدام الجهاز التنفسي، الفتحه اللي ورا الجهاز التنفسي في حاجه كده قافله الجهاز التنفسي اللي هي لسان المزمار اللي هو الايبي جلوتس. لسان المزمار ده بيبقى تحت البيس كده بتاعت الايه التنج اللي هو اللسان، اللسان كده ورا في لسان صغير كده غير اللسان الكبير اللي احنا بناكل بيه ونقعد نشتم بيه الناس. اللسان المزمار ده بيقفل ليه؟ بيقفل الجهاز التنفسي اصلا. اللسان ده بيفتح امتى وبيقفل امتى؟ بيفتح لما يكون انا بتنفس، وفي العادي بيقفل لما يكون انا ببلع وباكل عشان ايه؟ يسد الدنيا. طبعا السريه اللي تحت المفروض ان هي الوظيفه بتاعتها انها ترمي ناحيه فوق مش ترمي ناحيه تحت. اهو دي الصوره برضه عشان تشوفوا الايه؟ التشو. بصوا اللانك دي الشعيبات، بص هو حتى يجيب لك الهواء وهو بيدخل اهو، هتلاحظوا ان هو بيدخل اهو. استنى سويش، بص الشعيبات الهوائيه هيطلع هو دلوقتي الحيثيات الهوائيه. ودي المسلز، بصوا دي السموث ماسل البونكيولز، في حواليها سموث ماسل دي العضلات اللي كان فيها السمباثيك والباراسمباثيك بيعمل فيها كونتراكشن وريلاكسيشن. لما يعمل فيها كونتراكشن يضيق القطر بتاع الشعب الهوائيه، ولما يعمل فيها ريلاكسيشن يوسع القطر بتاع الشعب الهوائيه. الكلام ده هنحتاجه المحاضره الجايه عشان كده بقول. طبعا حوالين الفيولاي في الاوعيه الدمويه بقى اللي هو احنا رايحين نعمل تبادل الغذاء، طبعا بيدخل على الشرايين اللي هي بتبقى شايله دم، دي اوكسجينيتد ودي الشرايين الوحيده في جسم الانسان اللي هي البلمونري ارتريز، وبيطلع منها الفينز اللي هي بتشيل الدم الوحيد المؤثر في جسم الانسان اللي هي الاورده الاوعيه الاربعه، اثنين من الرئه اليمين واثنين من الرئه الشمال يروحوا رايحين فين؟ الليفت اتريوم. بصوا احنا كده دخلنا جوه الحويصله، هو دلوقتي كبر جوه الحويصله، جوه الحويصله ايه اللي بيحصل؟ تبادل غذائي، الاكسجين يجي ينتقل للدم، الاكسجين اللي بالاحمر ده يدخل ينتقل للفينز اهو، عفوا الاورده الحمراء دي، وده ثاني اكسيد الكربون بيطلع هو ايه؟ في الاكسبيريشن في الزهر. بس حد عنده اي تساؤلات؟ كده احنا هنبقى خلصنا من المحاضره الاولى ان شاء الله. المحاضره الجايه هناخد الفاكتورز افكتنج الفنتيليشن، ايه الحاجات اللي بتاثر على عمليه الريسبيريشن دي اللي هي الانسبيريشن والاكسبيريشن والكلام، وبعدها ان شاء الله نبدا ناخد بقى الريجوليشن بتاع الجهاز التنفسي والكلام ده كله فيما بعد باذن الله. التوفيق ان شاء الله يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.